اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هذه المشاهد لقطات خاصه من الاعتصام الذي ادى بالسيد النائب العام الى تقديم استقالته التي عاد عنها مره اخرى. برحب بضيفي العزيزين السيد المستشار احمد الفقي الرئيس محكمه استئناف طنطا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. السيد الاستاذ محمد صالح وكيل نيابه شمال الجيزه الكليه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اللقطات دي كانت في اثناء انا مش يعني عايز اقول التسميه وتصحح لي حصار أمين. السيد النائب العام في مكتبه ولا التعبير عن بقاء السيد النائب العام في مكتبه ولا ايه؟ لان البعض قال ان ده كان ارهاب. طيب هو بدايه حضرتك عايز ابدا كلامي بمقوله العالم علم الاجتماع ابن خلدون: ويل للمجتمع اذا انحرف فيه المتعلمون فانهم يقلبون الحق باطل والباطل حق. رجال النيابه العامه فرسان العداله يتهمون بالبلطجه والارهاب. حقيقه ما حدث هو انه تم الاتفاق بين اعضاء النيابه العامه على التوجه الى دار القضاء العالي لابداء رايهم ومناقشه معالي المستشار طلعت عبد الله، وبالفعل توجهنا وتجمعنا، وطبعا لان مساله ضيق الوقت اتفقنا ان احنا هنختار مجموعه مننا نجمعنا الاول. كان العدد يتجاوز الالف، ما اقدرش اقول لك احصاء طبعا يعني، بس طبعا الكاميرا ما بتكذبش حضرتك. فاحنا اخترنا سته، انا كنت رقم ثلاثه فيهم، ان احنا كل واحد هيقوم يعبر عن رايه لرئيس المجلس الاعلى للقضاء معالي المستشار محمد ممتاز الشيخ قضاة مصر. ودخلنا جوه قاعة المحكمة وكنا مانعين تماما دخول اي اعلام، دي مسألة خاصة بالقضاء واحنا اولى بإدارة شؤوننا، وده حديث المفروض ان هو هيبقى بين ابناء واب. نعم. وبالفعل بدأنا في التحدث، بدأ الكلمة الاولى باسم شباب النيابة العامة سيادة المستشار شادي خليفة وهو عضو مجلس إدارة نادي القضاء وممثل عن مقعد النيابة العامة، ثم بدأ الزميل أحمد بيه عبد الفتاح مدير نيابة بلقاس في التحدث، وكان المفروض أن أنا دوري جاي، لكن مع المستشار محمد ممتاز اكتفى باللي احنا قلناه باللي قالوه الزملاء، لأن كان يعني حصل تسقيف حاد جدا مننا، فقال واضح من كلامهم ان هو معبر عن وجهة نظركم فاحنا هنكتفي بذلك. احنا قلنا له احنا ملناش غير مطلب واحد، وكان مطلب شرعي وكان مطلب عادل جدا، ان احنا عايزين نتناقش مع المستشار طلعت عبد الله بصفته الرئيس او رأس جهاز النيابة العامة. واظن ان ده كان حق مشروع يعني، اكيد حضرتك توافقني في الرأي ده. فقرر لنا معالي المستشار ان هو ما يقدرش ان هو يجبر معالي المستشار طلعت عبد الله ان هو ينزل يقعد معانا، وانه هيحاول يعرض عليه ومساله مش سهله. طبعا الزملاء جم يعني جم من جميع محافظات مصر، في منهم اللي جه على مسافه سفر حوالي 12 ساعه عشان يجي يتكلم مع معالي المستشار ونبدا بلغه الحوار. طبعا كان حصل صدمة طبعا للزملاء بسبب موضوع ان هو رفض ان هو يلتقي بينا. فحدث ان الزملاء قالوا طيب احنا مش هينفع نطلع كلنا مكتب سيادة المستشار طبعا لان العدد الف، فقالوا الستة اللي احنا فوضناهم يتكلموا باسمنا يطلعوا يقابلوا. فتوجهت وكان معايا شادي خليفة، زميل شادي خليفة والزميل احمد بيه عبد الفتاح وعلى بأنديل، فطلعنا فوق المكتب النائب. فوجئنا بمنظر أنا مش عارف أوصفه بإيه. نعم. فوجئنا بكردون من عساكر الأمن المركزي واقف قدامنا، واقف وراه مجموعة من الأشخاص لابسين ملابس مدنية، اتضح إن هم بعد كده عساكر أمن مركزي، ومش قادر أعرف السبب إيه أو النية كانت إيه للبسهم ملابس مدنية. اقتربنا. جهاز حراسات خاصة، والحراسات الخاصة أحيانا بتلبس لبس مدني. لا حضرتك، هو احنا بعد ما فيما بعد هقول لحضرتك ان هم سمحوا لنا نعدي الحاجز.
لما دخلنا بقى لا طبعا في فرق بين الحراسات الخاصه شفت المنظر يعني وبين العساكر الغلابه يعني بتوع الامن المركزي. فطبعا احنا داخلين ففي عقيد جالنا في مواجهه امن مركزي لابس لبس ميري، فشاري بي خليفه عرفه بنفسه قال له انا فلان الفلاني، انا شاري خليفه مدير نيابه السنبلاويين وعضو بمجلس اداره نادي الاضاعة عن مقعد النيابه العامه، ومعايا مجموعه من الزملاء وطالبين نقابل سياده المستشار طلعت عبد الله. قال له ممنوع. قال له يعني ايه ممنوع؟ انا وكيل نيابه جاي اقابل النائب العام بتاعي، ازاي تقول لي ممنوع؟ انا من حقي ان انا ادخل واقابله. قال له دي التعليمات اللي عندي، وفوجئنا بيه مادد واما عدي الحاجز ولا ما انتوش هتعدوا. فقربنا منه طبعا، ازاي يعني ايه ما نعديش ومش يعني ايه ما نعديش؟ ففوجئنا باحد جنود الامن المركزي كان معنا احد الزملاء، ارجع لو سمحت يا استاذ انت هو، وبالدرع اللي ماسكه زق حد من الزملاء. طبعا قام زميل تاني رد الفعل الطبيعي زقه عن زميلنا، لان زميلنا التاني كان مستشار علاء قنديل وهو اكبر منا سنا واكبر منا مقاما. ففوجئنا ان العصيان اترفعت علينا، بدا يحصل شيء طبعا ثوره من الزعيق، ازاي ودي فوضى؟ فالمشهد اللي حضرتك شفته لو هتلاحظ ان انا واقف ما بين زمايلي وما بين جنود الامن المركزي، مش عارف الاحظ قوي يعني بس وبقول لهم سلميه. ايوه. المهم طبعا المستشار عادل السعيد مشكورا المتحدث الرسمي باسم النيابه العامه، نعم، مجرد ما سمع ان في صوت عالي بره مشكورا لقيناه جاي جري وعدى من حاجز الامن المركزي وخدنا لاحد المكاتب وحاول ان هو يهدي مننا ويهدي من يعني. طبعا كان في حاله احساس فظيع جدا انك داخل تقابل النائب العام بتاعك وتقابل بحاجز من الامن المركزي. ايوه بس انت ما انتش رايح كمان، انت رايح علشان تقول له امشي. بصرف النظر اولا في يعني في حاجه اعتقد ان كل الاعلاميين اللي كانوا موجودين اشادوا بيها، ان احنا كنا رافضين تماما الادلاء باي حديث اعلامي. صحيح، ولا كاميرا ولا اي شيء، ولا كنا رافضين تماما حتى لما سمحوا لنا ان احنا ندخل نقابل معالي النايب. طب انا عايزك تقفز لي علشان وقت وتقول لي لما قابلتوا معالي النايب ايه اللي دار؟ ايه اللي اقنعه؟ هل انتم مارستوا عليه اي نوع من الضغط النفسي او المعنوي يخليه يتخذ قرار وهو مش في ظرف طبيعي يمكنه من اتخاذ مثل هذا القرار الهام؟ اطلاقا. كل ما حدث ان احنا دخل مجموعه وبعدين مجموعه قعدت مده طويله في التفاوض معاه، ان احنا نفسيا حاسين بالاهانه، ويعني اسوأ ما يمر به قاضي ان تكون ايده مرتعشه ومش قادر ياخد قرار. نعم. وحاسس ان استقلال القضاء، استقلال القضاء ده مش ليه انا، مش ضمانه ليا انا كوكيل نيابه او كمستشار، ده ضمانه ليك ولحضرتك ولاي مواطن مصري جاي قدامي في مظلمه. فطبعا شرحوا وجهه النظر وبدا سعادته بعد كده يطلع مجموعه ويدخل مجموعه اخرى. بدات التصريحات الاعلاميه تتوالى مما زاد غضب الحاضرين بالخارج. نعم. ان في دول قله مندسه، دول 30 واحد بلطجي، دول اعضاء هيتم محاسبتهم وهيتم فصلهم وهيجيب اعضاء غيرهم من هيئات قضائيه اخرى، ان في 1000 وكيل نيابه، هي اصلا جهاز النيابه العامه كله 3000. نعم. فلما كان اللي موجود مننا 1500 اللي حضروا، فال 1500 دول بيدوروا النيابات او قاعدين شغالين في شغلهم. ف 1000 عضو ايه اللي جايين يأيدوا سيادته؟ طبعا التصريحات كانت مستفزه وكانت بتزيد من غضبه الاعضاء. ومع ذلك الوفد دخل، كان طلبه الاول والاخير قبل الكلام عن ابداء رغبتنا او ابداء راينا هو حاجه واحده بس، ان سيادته يتفضل مشكورا وينزل معانا قاعه كما فعل رئيس المجلس الاعلى للقضاء مشكورا، ونزل وسمعنا وكان صدره رحب جدا معانا وسمع كل وجهات نظرنا وقال انا مقدر. طيب كانت النتيجه؟ كانت النتيجه طبعا ان نتيجه المشاده اللي حصلت بين عساكر الامن المركزي ومحاوله منعنا من الدخول، ان الاعضاء اللي تحت طلع وصل لهم الخبر فطلعوا فوق. يمكن ما كانش فيه، انا مش عارف يعني اي نوع من انواع التجاوز حصل معاه. احنا يعني انا سمعت او شفت تصريحات على بعض المواقع في منتهى الاستفزاز
وبتتهمنا بالشغل بالمواقع يعني عايز يكتب اي حاجه بيكتبها. انا ارجو انك تدخل لي مباشره وتقولي طلبتم منه ماذا كان رده كيف قبل، لان تمام. البعض حكى لي قال لي كانت عامله زي مفاوضات الحمام، ان هو كان سياده النائب بيستاذن يدخل الحمام كتير يقعد وقت طويل لحد ما وصلت القرار. لا حضرتك في الاول خالص قال انا يعني هسعى جاهدا ان انا اعرض امر استقالتي على الرئاسه. نعم طبعا ده برضو اثار يعني غضبتنا، يعني الرئاسه انت يعني احنا قضاة ومستقلين. ايوه فيعني المفروض القرار يبقى قرارك انت نائب عام مصر، يعني قرارك موجود وعندك القدرة على اتخاذ القرار وبحسب. طب ما انتوا مش قابلين انه يتخذ القرار العكسي، لا مش هستقيل وده قراره برضو. ما هو ما سيادته ما قررش بكده اولا. ثانيا كان في مقابلة ليه في مركز الدراسات القضائية لدفعة 2009، ولما الزملاء تحاوروا معاه اعلن صراحة ان طريقة تعيينه هو غير راضي بيها. نعم. وان هو مستاء من الطريقة اللي هو عين بيها، وان هو اجبر على قبول المنصب. فبالتالي هو من الاول خالص اول ما اتكلمنا معاه قال انا هعرض الامر على الرئاسه. فانتوا رفضتوا هذا وشفتوا ان ده مش رفضنا طبيعي. طب يعني سعادتك احنا عايزين نرجع شغلنا، نرجع مرفوعي الراس، عايزين نحس ان كرامتنا رجعت لنا. نعم. طيب انا هرجع بعد نتيجه الاستفتاء، لو نتيجه الاستفتاء جت نعم هرجع، يعني هيقدم الاستقاله لو النتيجه جت نعم. جت نعم طبعا، يعني معلش احنا مالنا ومال نتيجه الاستفتاء. نعم ده شيء لا يخصنا في شيء يعني. فبعد كده رجع قال لا طب خلاص انا هقدم استقالتي بعد الاستفتاء، سواء كانت الاجابه يعني نعم النتيجه نعم او لا. برضه مفاوضات تانية، لان كنا بندخل في مجموعات، مجموعه تخش ومجموعه تخرج، مجموعه تخش ومجموعه تخرج. ففي الاخر خالص طب انا هكتب الاستقاله، وتفضل سيادته مشكورا كتب الاستقاله، وانا كنت من الحاضرين ساعه كتابتها. وبمجرد ان كتبها قلت له احنا سيادتك مظلوم، واحنا مشكلتنا كانت بدايه مش في شخص سعادتك. وقبلت دماغه، وهو قال لنا بالتوفيق واتمنى لكم يعني. انت هتفتوا له شكرا شكرا حصل. نعم. ورفضنا اخراجه في حراسه الشرطه، احنا ابنائه واحنا اولى بيه. نعم. وطبعا يعني معلش، لان طبعا انا مش قادر اتمالك اعصابي من موضوع ان احنا رفعنا عليه السلاح وخليناه كتب الكلام ده، عالي تماما من الصحه وكذب وافتراء. طيب احمد بيه، لو وصلت للجزء ده ووصلت للي بيقوله محمد بيه من ان مجموعه تدخل ومجموعه تطلع، وهو قاعد سياده النايب عنده وجهه نظر شايف انه يستنى نعم او لا، ومش عارف ليه ايه علاقه نعم او لا، بس هو شايف ربما لانه في اللجنه المسؤوله عن الاشراف على الانتخابات على الاستفتاء، لكن ناس بتطلع وناس بتخرج ومش قادر يقنعهم ومش قادرين ياثروا عليه. لما النهارده بيقول ان انا برجع لانها تمت في ظروف غامضه وتحت نوع من الضغط النفسي او الارهاب، بلاش الارهاب، بلاش ما بتشوفش ما بت او في اكراه خاص بناس تانية يعني ممكن نتكلم عنها دلوقتي. طيب في اكراه نفسي، ما بتشوفش انه من حقه انه يتراجع عن هذه الاستقاله؟ شوف هقول لحضرتك على حاجه من اللي تفضل بيه السيد الزميل محمد بيه دلوقتي وقاله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. الأول عشان يبقى أخطر حاجة اللي تفضل به محمد بيه وقاله دلوقتي، نلاقي كذا حاجة. أولا النائب العام، سيادة النائب العام في مركز الدراسات القضائية قال لهم أنا أكرهت على هذا المنصب وما كنتش عايزه. نعم. وبعد كده يرجع دلوقتي يقول أنا أكرهت على الاستقالة وما كنت يعني ترك المنصب، أصل فيها حتة الاستقالة دي مهمة جدا يعني. هو مش استقالة بمعنى الاستقالة من القضاء. نعم. هو طلب عودة للقضاء. اعتذر عن منصب النائب العام والعودة إلى محكمته الأصلية اللي هي محكمة النقض. تمام. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المجلس الأعلى للقضاء رفع الطلبين اللي مقدمين منه وقدمهم للسيد وزير العدل. وزير العدل. السيد وزير العدل قال لسه ما وصلنيش حاجة. لا أيا كان حتى لو ما وصل وزير العدل مش مختص بهذا الكلام، السيد وزير العدل مختص بحالة الاستقالة الكلية من القضاء.
الاستقاله الكليه طبقا للماده 70 فقرتين من قانون السلطه القضائيه. نعم. هو مختص بالنظر في الايه الاستقاله الماده 2 الماده 70 فقره 2 الماده 70 قانون السلطه القضائيه. هو بينظر في عمليه الاستقاله الكليه، انما هو ما هو طلب اعفائه من منصب النائب العام والعوده الى محكمته مره اخرى. فاذا بيقول حضرتك انا نشوف حضرتك مفارقات كده كذا نقطه، انا اتضغط عليا في ان انا اقبل المنصب، الضغط عليا في ان اتخلى عن المنصب، انا في تفاوض استاذن الرئاسه، طب فين يعني فين ارادته هو كنائب عام؟ نائب عام مصر، مصر مش شويه يا جماعه، مصر قويه جدا، بلد لها شان عظيم المفروض. فين نائب عام مصر وارادته؟ يعني الرئاسه ليه، ايه شان الرئاسه بالكلام ده؟ هو لو شايف ان هو مش مقتنع خلاص، وعنده يعني حوالي فوق ال 1500 وكيل نيابه، ده نص القوه اللي عنده، والنص قوه النيابه التانيين قاعدين في المكاتب بيبشروا العمل عشان ما يسيبوهاش فاضيه. ولهم مطلب، قالوا له احنا يعني مش هنقدر نشتغل مع بعض خلاص. هو انا يعني يعني بس هو شاف ان دي سابقه، يعني لو كل لو افترضنا ان هناك نائب عام جديد وراح طالع 1000 من الساده وكلاء النيابه للنائب العام الجديد، برضه قالوا له احنا مش قابلين نشتغل معاك، هي مش ده حاجه شكل المظاهرات الفئويه او الاعتراضات او لا بعد اذنك انا اسف خليني اسال السؤال وهو بعد اذنك ما انا بسال سؤال الناس بتطرحه معلش ده مش اهانه لكن اللي بيتقال طول الوقت اللي بيردده البعض في انتقاد ما حدث ان طب ما انتوا بتشجعوا كده اي حد يعترض على قيادته او على رئيسه يشيله وتصل المساله لحد الرئيس لا ايوه ده موضوع ثاني ما انا لا بكملها لك ما هي ماشيه ازاي بص اقول لحضرتك على حاجه يا فندم الوضع خد شكل تاني غير كده خالص يعني ما نقدرش نتناوله من الاخر لازم نتناول الموضوع عشان نكون منصفين لازم نبتدي من البدايه اتفضل البدايه بتاعته ايه ان بطريقه التعيين النهارده انت اقتلعت نائب عام وليس دفاعا عن شخص المستشار عبد المجيد محمود اطلاقا ولا لا دعوه بيه يعني انا يعني من الناس اللي بقول ده نائب عام مبارك بس انما إن اقتلاع النائب العام من منصبه بموجب اعلان بموجب قرار هو في حقيقته قرار اتحط تسميه له اعلان دستوري وهو غير دستوري ان هو يقتلع من منصبه فده تعدي على السلطه القضائيه من البدايه من البدايه ويعين اخر دون الرجوع الى مجلس القضاء الاعلى او اخذ راي المجلس الاعلى للقضاء طبقا لقانون السلطه القضائيه ده حاجه البهوات في النيابه شافوا ده اول حاجه ده بدايه التعيين اتنين شافوا ان في تعديات على السلطة القضائية زي ما احنا كلنا شفنا في المحاكم وعلقنا العمل على موانع التقاضي اللي اتعملت على شافوا هناك برضو في النيابة ان في حاجات امور خطيرة جدا ما بيتخذش فيها قرار مثل ايه حضرتك اولا لو هنمسك بعض الاحداث اللي تمت في مصر معروفة على مستوى مصر دلوقتي وما بيتخذش فيها قرار وده يعني هتقلل من شأن النيابة العامة اللي هي ايه مثلا ما حدث من حصار المحكمة الدستورية العليا نعم اللي حصل ما يحدث ما يحدث للان جريمه مستمره دي جريمه مستمره ما يحدث للان من في المحكمه الدستوريه العليا وحصار المحكمه الدستوريه العليا ومنعها من اداء وظيفتها والنطق بالاحكام وده حاجه الثانيه ما حدث من حصار لمدينه الانتاج الاعلامي ده اسمه ايه في القانون يعني انا لو عايز ابلغ اقول لحضرتك تقول لي ممكن تقول لي بعد الفاصل عشان الموضوع ده مهم جدا يعني عايز اعرف حقي القانوني وانا محاصر جوه وبشتغل تحت كتير قوي استاذ خير كتير جرائم كتير جرائم كتير عايز اعرف حقي ايه هو اللي عملوه هو ده حق اعتصام ولا حق ارهاب وانا ليا حق بالقانون ولا ماليش حق بالقانون مش انا اصغر واحد بيشتغل في هذه المدينه دخل وهو متوتر نفسيا او قلقان او مرعوب او دخل من ابواب خلفيه ليه حق ولا ملوش بعد الفاصل